هذا العمل يختلف عن الجهد اللي قامت به الحكومة المحلية. الحكومة المحلية طبعا الآن احنا منفذين بحدود 83% من البنى التحتية، يعني خطط اللي مخدومة لكل أقضية ونواحي المحافظة. اليوم كل مواطن في واسط يشاهد ثورة إعمار في مختلف الأقضية والنواحي اللي يعني 19 وحدة إدارية عندنا. هذه بها تعرفين أنه بها مخططات تصميمية وضمن البلدية وكاملة مخططاتها. الآن 83% إن شاء الله انتهت، يعني كملت، ومن ضمنها الحوراء، يعني في منطقة الكوت الثانية الحوراء الأولى والثانية والثالثة، هاي تقريبا أنجز منها 93% بالمرحلة الثالثة. المرحلة الأولى الآن أيضا عمل بها ممتاز، والمرحلة الثانية بدينا بها اللي قيمتها 20 مليار.